تدري انت وانت من زمان مو ماكل بيض؟ يمكن عن شخص يقول لا انا كل يوم اكل بيض، او واحده تقول انا وجبتي الرئيسيه بيض. احنا ليش نبي ناكل بيض؟ عشان الفوائد اللي بالبيض. حلو، شلون تتكون الفوائد اللي داخل البيضه؟ لما الدياية تاكل شيء طبيعي، حتى البيبي يسولف هالسالفه. حلو، شنو تاكل الدياية؟ عشان تتكون الفوائد داخل البيضه لازم الدياية يا جماعه تاكل حشرات، تاكل دود، تاكل قبي، تاكل وايد حشرات عشان تتكون الفوائد. ليش؟ لان الفوائد مو بالاكل العادي، لا بالحشرات نفسها عشان تتكون القيمه الغذائيه مالت البيضه. ليش قاعد اقول لك من زمان ما اكل بيض؟ لان اكثر البيض اللي قاعد ناكله احنا موجود بمزارع ويعطونهم اكل معين، يعني ما يخلون الدياية تاكل على كيفها. عشان كذي البيض حيل حيل فاقد القيمه الغذائيه. نصيحه اخوك بضاري، اذا عندكم جار او عندكم مزرعه او تعرف احد يعني هاد الدياي هدد وياكلون على راحت، اكل البيض منه. والله احنا قاعد نسمع فوائد البيض قويه ولكن مو قاعد نستشعر فيها، لان البيضه فاقده فيتامينات ومعادن. اكل البيض الطبيعي والله العظيم راح تحس التغيير، راح تحس صدق ماكل فيتامينات معدن من البيض. شويه فيتامينات ومعادن. انا يا جماعه لما اسولف اقول لكم هذا الفيتامين يسوي كذا وكذا وكذا، انا بسولف يا اخي، بسولف بتكلم، بقول موضوع، مو اقول تروح تاخذه على طول. موجود بجسمك يمكن بكثره، يمكن انت قاعد تاكله بشكل يومي، ولكن انا بسولف عنه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نفترض سولفت عن اعراض فيتامين او معدن معين رحت خذيته، ولكن الاعراض للحين موجوده. العيب مو بالفيتامين، العيب وينه؟ ان امعائك مو قاعده تمتصه. يعني شنو؟ يعني عندك مشكله بالامعاء. زين ليش امعائي مو قاعده تمتصه؟ اذا كان لا ناقل، ركز، اذا كان لا ناقل مثلا عندنا سيريول بلازمين، عندنا ترانسكوبالامين، هذول بعض الفيتامينات يا جماعه لهم نواقل مو على طول يدشون. مثلا عندنا ترانسكوبالامين، عندنا ناقل حق البي 12 مثلا، او سيريول بلازمين، عندنا ناقل حق مثلا النحاس. اذا كان الناقل هذا يعني معناته مو شغال، يعني معناته عندك مشكله بالكبد. ولكن فيتامين ما له ناقل على طول شنو معناته؟ عندنا مشكله بالامعاء. ضبط الكبد، شاي القراص، دوتكا، املاح المراره، ضبط لنا الكبد والكلتين، اخذ بكتيريا نافعه، اقعد لك 5 ايام اكل كل اكلك على البخار، نظف الامعاء، الانتفاخ يخف عندك، اخذ انزيمات هضمه، بعدها اكل، شوف الوضع شنو. والله العظيم يمكن 90% اعراضك وامراضك كلها راح تختفي. عرفنا شلون؟ اهم شيء المعده، يكون عندك حمض معده قوي، والامعاء والكبد. هذول والله الثلاثه من تضبطهم اصلا كل مشاكلك الصحيه تنتهي. سنه من السنين يا جماعه كان ما عندي شيء اسمه مناعه، وما اعرف يعني شنو مناعه. لما درست شوية وتعلمت كانت مناعتي طايحة. عندنا بعض الفيروسات يا جماعة موجودة بجسمنا ولكن خاملة. يعني شنو خاملة؟ خاملة من مسكتها وايد بليارات من الفيروسات ساكتة، في اللي موجود بالخلية، في اللي موجود بالأعصاب، في اللي موجود بالأنسجة، ولكن من اللي مسكتهم لا تقومون لا تقعدون، المناعة قاعدة. طول ما المناعة موجودة على طول الفيروسات هذه خاملة. عشان كذي الواحد اذا كبر بالعمر وما اهتم شوي حق صحته، المناعه شنو؟ طبيعي كل ما تكبر مناعتك تنزل، لان اسلوب حياتك يقل. من اللي يطلعون؟ الشباب. عرفت شلون؟ واولهم اولهم من تطيح مناعتك اولهم يطلع هذا 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 الحزام الناري، الفايروس هذا. طبعا حاشني هني، شوفوا هذا هو، شوفوا حاشني بويهي، وطبعا معاناه هو يا يحوش الوي او يحوش الجسم، فمتعب متعب ويعور لدرجه ما تتصورونها. ليش؟ لأنه يؤذي الأعصاب، هو يطلع يطق الأعصاب. طبعا قويت مناعتي، خذيت فيتامين سي، تعلمت هذا، وبعدها أموري صارت طيبة. الفكرة اللي بوصلكم إياها أنه مجرد ما تطيح المناعة يا جماعة وايد خربطة تصير بجسمك. يعني كافي عندك أنت فيروسات خاملة وكافي فيروسات من برا، تخيل اللي داخل واللي برا يطلعون، فالجسم يتعب. نام عدل، كثر فيتامين سي بحياتك، مو سكوربك اسد تاخذ، اكل خلي سيستم ببيتكم، او خلي مع كل وجبه حطوه في الفلفل الاخضر، حطوه مع السلطه، كلوه اجباري غصبا على الياهل ياكلونه، عودوهم. الياهل اذا ما شافوا الام والابو ياكلون هو ما راح ياكل، فليش تخصبونه؟ لما يشوفكم انتم، شوفي بنتك الحين حطي
جاج تسوي شعرك بنت تسوي نفسك. الولد خلي يشوف ابوه قطره وعقاله وقاعد من سد حرير يقلد ابوه، شنو ما تسوين؟ فخلاص سوي الاشياء المفيده.